الشخص الثالث شهد ليو، دق عليها واطلب منها سلف 200,000 مدة شهر أردهم أسدد الشهر. لا تكتب ولا شيء، أنا ما كتبت والله ما كتبت والله ما كتبت. أشوف والله ما كتبت يا رجال، أقسم بالله. تعال دقت ذا دقت على شهادة ما يرد، خلاص دق على شهادة لي بس، دق على جوالها. ودق على أبو حاجة بجواله. تم تم مارو أرحب أحمد. هذه شهد شكرا. الو، اخبارك فهد؟ الحمد لله تمام، انت كيفك؟ صباح صلاة بالخير. صباح كلام الناس. والله ما ادري ايش اقول، بس خليك متضايق. وش فيك؟ محتاج مبلغ. ها؟ اقول محتاج مبلغ. محتاج مبلغ؟ اي والله. كم؟ حدود 200. 200,000؟ ايه. وش فيك؟ ابيها داخل مشروع. داخل مشروع تبيها؟ ابيها ضروري. بعد شهر بردها لس. بعد شهر؟ شهر وهي في حسابس. تتكلم جد انت ولا قاعد تقطن؟ اتكلم جد. قل قسم بالله. ها؟ قل والله. احلف، انا حلفت. سلف سلف. طيب ابشر تم، وينك انت؟ انا بس بخلص من الشغل عندي وبكلمس. طيب ان شاء الله. فيك شيء انت متورط فيه؟ لا لا لا. بس تعطيني عند اعطيك الحين رقم حسابي؟ ارسل لي رقم حسابك. يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك. لا تدق عليها خلاص، لا تدق. ما دقيت والله اني بخلص.